بدأت أكتب الأغاني بتاعتي وألحنها، واتضح لي بعد كده إن أنا بكتب كويس، وبعدين اتضح لي إن الأغاني بتاعتي بجيب مثلا مغنيين كويسين يغنوها ما بيعرفوش يغنوها بنفس الإحساس. يعني مثلا أنا بغني عن مثلا بقول حاجة عن في صوت جوايا بيناديني من بعيد سامعه وعارفه كويس، بس أنا عامل عبيط نقطة بيضاء في وسط ايه يعني سواد. عامل عبيط ليه؟ ده كنت كاتبها لك ده. صوت بيناديني من بعيد بس هو عامل عبيط، ليه عامل عبيط؟ هذه الفكرة على يعني. فكرة أنا حسيت لما بسمعك يعني إن الصوت ده موجود طول الوقت، دي مش أغنية، دي مشاعرك من جوه. إن أنت عندك صوت طول الوقت. وعامل له عبيط برضه؟ أوقات وأوقات. إمتى الأوقات اللي بتعمل عبيط وإمتى الأوقات اللي ما بتعملش عبيط؟ أو واقف عايز أسمع بيبقى بقى عايز وأخد إيه؟ ودي معاه. بيبقى عايز إيه؟ بيلومك على حاجة، بيشككك في حاجة في نفسك شوية، بيفكرك بحاجة وحشة. يعني أنا سمعت إن قريت يعني مقولة إن الحزن بيتغذى على الحزن. عقلي ولا حزن؟ طبعا أنت حزين فالحزن عايز يجيب يجيبك. الحزن، يجيبوا بعض، يجروا بالظبط. بعض طبعا. فتوصلت في النهاية إن أنا ما باخدش آخد الحاجات بجد أوي يعني. مش هتاخدها جد. ما باخدش الدنيا جد خلاص. يعني الدنيا دي هزار خلاص. بس انت كاتب بتقول لا هتحني ولا مش عارف مش هعمل حاجه، لا هتني ولا هتحني، دي معناها ان انت صالب وقالب شفتك بنت عاده الرائع من الصلاح جايين. كنت بقى يعني انت شكلك عندك افكار واذا لم تقدمها مش هتعمل حاجه، انا رايي كده. ايوه مظبوط. الحياه ملهاش معنى بالنسبه لي. ان انا لما بعملش الحاجه دي يعني الحاجات الحقيقيه ما بحبهاش. بحب الحاجات اللي هي في الفن، اتخيل اشياء، اكتب، الحن، العب جيتار، العب بيانو، ده الحياه. اخرج بره الحياه دي اخش في الواقع بقى اللي هو نتقابل الساعه 6، نروح مش عارف الساعه 7. مالكش انت في الحاجات دي؟ ما بحبش الحياه دي، لو عشت معاها كتير بتعب. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.